صباح الخير او بونجور. اليوم احنا موجودين في مدينة باريس، ثاني اكثر مدينة بزوروها الناس في كل العالم، عاصمة فرنسا. واليوم بدي اخذكم معي لفة صغيرة نشوف شو اهم الاماكن الناس بزوروها في هاي المدينة اللي اكثر زيارة في العالم. حبيت أبدأ يوم الصبح في باريس بأعلى منطقة موجودة في كل المدينة اللي هي تلة مونمارتر، وعلى هاي التلة في كنيسة من أشهر الكنائس الموجودة في كل العالم، يمكن اللي هي ساكري كور أو بالعربي كنيسة قلب يسوع الأقدس، من أحلى الكنائس اللي ممكن تشوفها بالعالم. الكنيسة هاي موجودة من القرن العشرين، يعني لسه جديدة، تم بنائها سنة 1870 عشان يرفعوا من معنويات الجيش الفرنسي بعد ما خسروا أحد المعارك مع ألمانيا. الديزاين اللي اخذوه ليعملوا هاي الكنيسه اخذوه من بين 70 ديزاين مقترح، وكان هذا افضل واحد بناتهم. والرخام اللي استخدموه للبناء هو نفس نوع الرخام المستخدم لقوس النصر اللي موجود في نص مدينه باريس اللي كل حدا بيعرفه. الكنيسه هاي فيها كتير شغلات مميزه بتخليها ثاني اكثر مكان زياره في كل فرنسا بعد برج ايفل. في جوا فسيفساء تعتبر اكبر فسيفساء موجوده في كل فرنسا. التله اللي احنا عليها تعتبر اعلى تله موجوده في كل باريس. لكن مع انه هاي الكنيسة جديدة نوعا ما، بس هاي التلة تعتبر من التلال اللي استخدموها قديما الوثنيين للعبادة، يعني مش اول مرة بكون عليها معبد، وانما في التاريخ، لانه هاي اعلى تلة في باريس كانوا يستخدموها الوثنيين للعبادة والاضحيات تبعتهم والطقوس، لكن وجود كنيسة هو الاشي الجديد فقط. ومن ثاني أكثر مكان زيارة في باريس إلى أول مكان زيارة مش بس في باريس وإنما في كل فرنسا، وتقريباً من أكثر الأماكن زيارة في كل العالم، اللي هو وراي هذا برج إيفل. هذا البرج اللي أخذ اسمه من اسم الشركة والشخص اللي صممه، جوستافو إيفل، سنة 1887 لسنة 1889 تم تصميمه عشان يكون مدخل إيفنت اللي هو كان زي إكسبو 1889. هذا البنيان الهائل كان مجرد مدخل لإكسبو. سبب بناء برج إيفل بهذا الشكل اللي احنا شايفينه كان بسيط جدا، انه فرنسا كان بدهم يكون عندهم أطول مبنى في العالم، فحطوا شرط واحد للشركات اللي بدها تقدم على ديزاين انه يعملوا هذا المكان، انه يكون اطول من 300 متر. والشخص اللي فاز بانه يعمل هذا الديزاين، جوستافو إيفل، اعطاهم هذا الديزاين، وفعلا كان افضل تصميم ممكن يستخدم لبناء شيء بهذا الطول في هذاك الزمن، اللي كان اطول مبنى في كل باريس اللي هي كانت كنيسة نوتردام اللي طولها 62 متر. فجأة صار عندهم مبنى طوله فوق 300 متر. حوالين البرج في كتير أماكن، في نهر السين، في عدة حدائق تقدر تيجي تقعد فيها زي هاي اللي أنا فيها هلأ، وفي كتير أماكن تشتري سوفونيز، فحتى لو ما دخلت وطلعت على البرج من فوق ممتع جدا إنك تيجي تزوره وتشوفه من برا. هلأ خلينا نكمل المكان الجاي. كتير ناس بيعرفوا عن باريس إنه فيها قوس النصر الكتير كبير، لكن بنفس الشارع باتجاه اللوفر راح تلاقي هذا القوس الصغير اللي برضه بناه نابليون بونابرت بنفس الفترة اللي بنى فيه قوس النصر الكبير. القوسين تم بنائهم بعد ما نابليون فاز بعدة معارك كان موجود فيها، واحد منهم أخذ سنتين للبناء والثاني أخذ 30 سنة، لكن القوس الثاني ما انتهى بناؤه إلا بعد 15 سنة من موت نابليون، بالتالي ما كان عنده الفرصة يحتفل تحته، لكن كان عنده الفرصة يحتفل تحت هذا القوس. لكن على الجهة الثانية من القوس بنلاقي عندنا متحف اللوفر، أكبر متاحف العالم. يعتبر هذا المتحف من أكبر المتاحف في العالم، كمية الأعمال الفنية اللي فيه بدك تقريباً 100 يوم فيه لو بدك بس تقضي 30 ثانية قدام كل لوحة وقدام كل عمل فني موجود فيه. لكن أشهر عمل فني موجود فيه اللي كل حدا بيعرف عنه اللي هو الموناليزا اللي رسمها ليوناردو دافنشي. يمكن أنتوا بتفكروا الموناليزا مشهورة لأنه عمل فني عظيم من دافنشي، لكن الحقيقة أنه الموناليزا مشهورة لسبب واحد، أنه انسرقت في القرن العشرين، وتقريبا لمدة سنتين متحف اللوفر ما كانت الموناليزا موجودة فيه، وموناليزا التنين شهروا مع بعض عشان هاي اللوحة الشهيرة جدا اللي فجأة اختفت من المتحف. ومتحف اللوفر من أكثر المتاحف اللي بزروها الناس في العالم، وفي أحد الفترات في عز أيام ما قبل جائحة كورونا كان يزوروا 60,000 شخص باليوم.
وطبعا مبنى بهذا القدم والضخامة أكيد لما بنى ما كان مبني عشان يكون متحف، وإنما بنوه عشان يكون حصن، لكن لاحقا استخدموا هذا المبنى بالكامل ليكون متحف. لاحظت انه احسن طريقه لانك تتنقل بين الاماكن خصوصا القريبه من مدينه باريس انك تاخذ واحد من هاي السكوترات اللي موجوده في اكثر من ابلكيشن في باريس، سعرها تقريبا نفس الاشي، الخمس دقائق بيورو، مسلي جدا انك تلف المدينه كلياتها وتشوفها بنفس الوقت اللي انت بتتنقل فيه بدل ما تكون قاعد في باص ولا مترو ولا اشي زي هيك. وبنفس الوقت تجربه ممتعه انك تكون راكب على سكوتر بجميع الاحوال. الجسر اللي وراي هذا اسمه بونت نوف، بالعربي يعني الجسر الجديد، لكن بعكس اسمه هو فعليا اقدم جسر موجود في كل مدينة باريس، تقريبا من 250 قبل الميلاد. في الزمن اللي بنى فيه هذا الجسر كان يعتبر برج ايفل تبع باريس، لانه كان فعلا التحفة الفنية تبعتهم في هذاك الزمن. يمكن احنا اليوم بنشوفه عادي، لكن في هذاك الزمن كانوا الناس يجوا من بلاد مختلفة عشان يشوفوا هذا الجسر اللي كان معمول بطريقة معمارية مختلفة عن اي جسر تاني.